ال ال الانجليز عندهم حاجه اسمها المبارزه بالسيف، لو شفتوه في السينما اسمه مبارزه حتى الموت. ديل اظن ما اخذوا قرار بتاع مبارزه حتى الموت. يا جماعه انتوا كده كلموه انه مبارزه حتى الموت ده ما بيجيب فايده. اللي بيجيب فايده انه الناس يقعدوا ويناقشوا امورهم. نحن ما جينا باتفاقيه بتاع السلام بعد 40 سنه، لو ما كان ناقشنا ما كان جينا بهذه الاتفاقيه. هناك لو بيقولوا لا 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 ايه، البلد ده بيخرب، البلد ده بيخرب. وديل شباب صغار، لا 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 لا، الناس السياسيين في خرطوم ديل ما شايفين التدهور بتاع البلد ده، شايفين بس في نخرينهم لقدام. انا داير اقول انه شباب المقاومه هم فاهمين دايرين شنو، لكن باللزوم باللزوم هم حقوا يشوفوا مصلحتهم وين ويسيبوا الاحزاب السياسيه دي بجانب، ويشوفوا مصلحتهم وين عشان ينقذوا السودان دي الشباب بتاعت المقاومه. لكن ما يدخلوا كرينهم مع الاحزاب، ما بكره بيجي بينكموا منهم السلطه ذاته. ما هم قاموا بالثوره في اكتوبر في ديسمبر، شباب يوم قام بالثوره كان فيها سياسه طالع في الشارع، السياسيين كانوا بيكونوا قاعدين في نيبي يقول والله اور بويز ار دوينج ويل، يالنا يالنا شغالين كويس، وفي النهايه يجي ينطوا في السلطه ويقصوهم. ده الكلام اللي برضه بكره يحصل. خلي الشباب دي طالما يرفوا مصلحتهم خليهم يتمسكوا بمصلحتهم، لانه في النهايه ممكن يجيبوا الاليه اللي بتحقق لهم اهدافهم.